مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. بدأت المملكة بالتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي. حالة عدم الاستقرار الجوي أدت إلى سقوط زخات متفرقة من المطر. تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي بعد عصر هذا اليوم ومساء هذا اليوم وهذه الليلة، وبالتالي تزداد الأمطار غزارة وتتكاثر الغيوم الركامية والركام المزني وتكون غزيرة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل صور الأقمار الصناعية. نلاحظ أن هناك كميات كبيرة من الغيوم بدأت بالتأثر أو تظهر في سماء المملكة، أدت إلى سقوط زخات متفرقة من المطر. هذه الغيوم مصاحبة لحالة عدم الاستقرار الجوي، معظمها من النوع الركامي والركام المزني. هناك أيضا كمية تدخل المملكة وستدخل بعد عصر ومساء هذا اليوم، معظمها من النوع الركام المزني، تؤدي إلى اشتداد الأمطار وغزارتها خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. أما المناطق التي تبين الخرائط التي تبين أماكن الهطول، فبنلاحظ أن هذا اللون الأزرق يمثل كميات الهطول والأماكن التي ستهطل بها الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة. مساء هذا اليوم بتكون غزيرة في المناطق الجنوبية، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وبتكون الأمطار غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول. وأيضا هناك زخات متفرقة وغزيرة من الأمطار في المناطق الشرقية وبعض الشمالية والوسطى من المملكة، لكن حول منتصف الليل تكون الأمطار غزيرة في المناطق الشمالية المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، تكون غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وحدوث بعض الفيضانات وأيضا ارتفاع منسوب المياه. وبعد منتصف الليل بتكون الأجواء معظمها غائمة وماطرة أيضا، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية من المملكة، وتستمر أيضا حتى صباح يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء بتكون غزارة الأمطار أيضا في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة. أما يوم الأربعاء، يوم الأربعاء حيث تتأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز شمال تركيا. هذه الكتلة تؤدي إلى مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، تكون الأجواء شتوية وباردة بامتياز يوم الأربعاء، تؤدي إلى غزارة أمطار شديدة أو سقوط أمطار بشكل غزير جدا، وأيضا تؤدي إلى انتشار الأمطار في معظم مناطق المملكة، وتكون غزيرة تؤدي إلى حدوث السيول وارتفاع منسوب المياه بشكل واضح وكبير أيضا. ولكن يوم الأربعاء بالليل وصباح الخميس تنحسر الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى، ويوم الخميس تخف شدة الأمطار، لكن تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة، الأمطار بشكل متفرقة وعلى فترات بإذن الله. أما أهم التوصيات وأهم
كيف بنوضح درجات الحرارة كيف تتم. الآن الاثنين كنا نتأثر نهار هذا اليوم بالكتلة الهوائية الحارة والدافئة، يوم أمس الأحد تأثرنا بها، وصلت الحرارة العظمى حوالي 31، اليوم وصلت العظمى بحدود 29-30، لكن إن شاء الله من اعتبارا من هذه الليلة ويوم الثلاثاء يندفع نحو المملكة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى. هذا واضح من انحصار اللون الأحمر الذي يبين درجات الحرارة الدافئة والمرتفعة، واللون الأصفر يبين درجات الحرارة الأقل حرارة، ثم اللون الأخضر الأكثر برودة، وهذا يستمر حتى أيضا يوم الأربعاء والخميس، بحيث تسيطر الكتلة الهوائية الباردة يومي الأربعاء والخميس على المملكة. الأجواء الأكثر برودة هي يوم الأربعاء والخميس، والأجواء الأكثر مطرا وشدة رايحة تكون أيضا يوم الأربعاء، وبتكون غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والعواصف الرعدية، وأيضا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. أما أهم التوصيات والتنبيهات، الاستعداد التام من مخاطر حدوث سيول جارفة ومفاجئة خاصة في جنوب وشرق المملكة. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، وأيضا نرجو الانتباه من التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة. يعني زي ما حكيت، يوم الأحد كانت العظمى بحدود 31، اليوم الاثنين كانت بحدود 29-30، غدا الثلاثاء بحدود 15 العظمى إلى 16، ولكن يوم الأربعاء بحدود 10 درجات مئوية، والخميس بحدود 11 درجة مئوية. إذن هناك تغير كبير، يعني هناك انخفاض حوالي 20 درجة عما كانت عليه درجة الحرارة يوم الأحد، والانخفاض بيكون واضح يوم الأربعاء. أيضا نرجو من الجميع الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية، الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية من المملكة، وأيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المناطق الجبلية. مشاهدينا، نرجو للجميع السلامة، وشكرا للمتابعة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.